أخبارنا الميدانية، يتابع مواسل قواتنا تقدمهم في البلدات المحيطة بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، ويحكمون سيطرتهم على عدد من كتل الأبنية في حجيرة وسبينة بعد أن قضوا على جميع الإرهابيين المتحصنين داخلها. بسواعد أبطال حماة الديار تم استعادة بلدة الحجيرة من براثن الإرهاب وإعادتها إلى أهلها ليتولوا توظيف شوارعها بسواعدهم التي بنت وهندست هذه المدينة. وأثناء تمشيط المنطقة عثر بواسلنا على عدد من غرف التعذيب وغرف المراقبة التي كانوا يستخدمونها لترقب المدنيين والعسكريين. نحن الآن متواجدين في هذا المكان الذي استخدمه المسلحون كغرفة مراقبة لرصد تحركات الجيش، ولكن كما نلاحظ قواتنا الباسلة قامت بالتعامل معهم. ومن جهة أخرى يتابع أشاوس جيشنا تقدمهم بكل عزيمة وإصرار لتصدير أروع البطولات. لأخبار التلفزيون ميس عاقل، ريف دمشق.